وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج أهل الذكر، وضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، عضو التوعية الإسلامية في الحج، وهو يقدم لنا وضيفا دائما لبرنامج أهل الذكر الذي يأتيكم ضمن سلسلة برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نهدف من خلال هذا البرنامج أن نستعرض شعيرة الحج من وجهة أو من زواياها العلمية والواقعية، واهتمام مشاهدين الكرام بسؤالهم عن ما يهمهم في هذا الموضوع وهذا النسك والركن الخامس. حياك الله فضيلة الشيخ بداية. الله يحييكم ويحيي إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياهم على ذكره، وأن يجمعنا وإياهم على طاعته، وأن يتقبل منا ومنهم هذا العمل وهذا الاستماع أيضا والمشاهدة والتبصر بالدين من خلال هذه البرامج التي بذل فيها ما بذل من الجهود لإيصال المعلومة السهلة المدللة لهم. الله يعطيك العافية دكتور علي. طبعا دكتور علي، لاحظ أن الآن من نوى الحج هذا العام وعرف الآن الإحرام وتعرف على المواقيت وتعرف على المحظورات ويريد أن يتعرف على أصل هذا الركن من خلال الأنساك والأنواع والأشياء المفضلة حقيقة في هذا النسك. قبل أن نبدأ معك سنكون يعني مع جمهورنا الكريم ونخوض معهم هذا السؤال، ما هو مفهوم أنساك الحج الثلاثة؟ ونرجع لك بعد ذلك. طيب. إذن تقريبا نعود إليكم مشاهدين الكرام. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنساك الحج ثلاثة هي الإفراد والتمتع والقران. الإفراد هو أن يحج أن 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 يحرم بالحج فقط في وقت الحج، والتمتع هو أن يحرم بعمرة ثم يتحلل في أشهر الحج ثم يحرم بالحج مرة أخرى. أما القران فهو أن يقرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد. الإفراد هو إفراد الحج دون العمرة، أو التمتع بعمرة إلى الحج والتمتع، أو القران وهو بين العمرة والحج. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. دكتور علي، لاحظت ما قاله مشاهدينا الكرام حول، لا فضل الله فاهم، حقيقة أجابوا جوابا صحيحا. جميل. في أنواع الأنساك الثلاثة وهي الإفراد والقران والتمتع، هذه أنساك الحج الثلاثة، يعني هي الطريقة التفصيلية لأداء هذا الركن الخامس. لو أديته بطريقة القران فهو صحيح، إن أديته بطريقة الإفراد وهو صحيح، إن أديته بطريقة التمتع فهو صحيح وهو أفضلها. فهذه الأنساك الثلاثة، وكما سمعنا من إخواننا في إجابتهم، لكن هنا قد يأتي سؤال، لماذا ما جعل الله الحج نسكا واحدا؟ يحج الناس كلهم متمتعون، لماذا؟ أو قارنون أو مفردون. الله جل وعلا خلق البشر وهو أعلم بحاجتهم وأعلم بقدراته، فنوع سبحانه في هذا الأنساك الثلاثة ليأخذ كل مسلم منها ما يناسب ظرفه. إنسان لا يستطيع أن يذبح، إنسان يريد أن يأتي الحج مرة أخرى، إنسان يريد الحد الأدنى عنده الإفراد، إنسان ساق الهادي معه القران أفضل له، إنسان لن يأتي مكة إلا مرة واحدة في عمره، فالتمتع عندئذ إتيانه بحج وعمرة، لأن العمرة واجبة كوجوب الحج، وإن كانت أقل وجوبا من حيث الحكم، الحج الركن الأساسي والعمرة حج أصغر، فعندئذ شرع هذا التمتع. إذا مشروعية الأنساك الثلاثة هي لطف من الله عز وجل ورحمة من الله بنا أهل الإسلام حتى تناسب هذه المناسك الثلاثة، الأنساك الثلاثة تناسب تعاطي هؤلاء الجمهور، ليس كلهم على قدرة واحدة ولا طاقة واحدة ولا بدن واحد، فشرع الله لهم الأنساك الثلاثة لأجل هذه الغاية. جميل. دعنا نشرح كل نسك على حدة والمواقيت الزمنية لها. عندما نتكلم عن القران مثلا، أو الحج يتميز عن العمرة بأن الحج لا يكون إلا في زمن مخصوص.
العمرة على مدار السنة كلها لليلها ونهارها مشروع فيها العمرة إلا الحج. بهذا تكلفنا ربنا جل وعلا وافترض علينا الحج. في آية سورة البقرة يقول جل وعلا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هي الأشهر المعلومات؟ هي ما تفضلت بالسؤال عنه بأنه المواقيت الزمانية المكانية عرفناها خمسة، لكن الحج له ميقات زماني فلا يصح الحج إلا في هذا الميقات الزماني. ما هي أشهر الحج؟ شوال، فيبدأ من دخول شهر شوال برؤية هلاله أو بإتمام رمضان 30 يوما. تغرب شمس آخر يوم من رمضان يبتدئ شهر شوال وبه بدء موسم الحج. شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، لأنه بطلوع فجر يوم العيد عيد الأضحى ينتهي الحج بفوات يوم عرفة. نعم. هذا الميقات إيش؟ الزماني الذي فرض الله فيه الحج. الحج أشهر معلومات، شوال وذي القعدة عشر من ذي الحجة فمن فرض فيهن الحج. هذا الميقات الزماني يتعلق بالأنساك الثلاثة. أول هذا الأنساك وأقلها أعمال هو الإفراد، بأن ينوي الحاج نسك الحج وحده. هذا نية في قلبه، ماذا يقول في لسانه؟ يقول لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك. ولو قال لبيك اللهم لبيك وناويا النسك الإفراد صح ذلك، فيبقى محرما إلى يوم العيد، يبقى محرم إلى يوم العيد حتى يؤدي ما يتحلل به من إحرامه من رمي جمرة العقبة وحلقه رأسه أو طوافه بالبيت. هذا نسك الإفراد، لم ينوي إلا نسك الحج. النسك الثاني وهو نسك القران، يجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد، لبيك حجة وعمرة، اللهم لبيك الحج مع العمرة. وهذا القران كذلك يشابه الإفراد بأن يبقى هذا الحاج على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد. لماذا سمي قران؟ لأنه قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في سفرة واحدة. فيحرم للعمرة ويبقى حتى الحج، يحرم بالحج والعمرة جميعا، يقرن بينهما، سمي قران لأنه قرن بينهما. فما يتحلل كذلك، ما يتحلل حتى ينتهي ب فعل اثنين من ثلاثة يوم العيد، رمي الجمرة هذا واحد، حلق الرأس أو تقصيره هذا اثنين، طوافه بالبيت طواف الإفاضة هذا الثالث. إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل. نأتي إلى النسك الثالث، ما هو؟ التمتع. قال الله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. التمتع ما هو؟ يحرم بالعمرة في سفرته تلك ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه ذلك. فسفرته واحدة جعل فيها نسكين، نسك الحج ونسك العمرة. ما الفرق بين التمتع والقران الذي قرن بين الحج والعمرة؟ الفرق بينهما أنه لما أحرم بالعمرة ما قرن معها الحج، هذا واحد، وهي يتعلق بالنية، قال لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، نوى العمرة أولا فأدى العمرة، طاف وسعى للعمرة وقصر رأسه، حل من الإحرام. أذلك القارن ما حل، يبقى على إحرامه حتى يوم العيد، يبقى على إحرام. هذا المتمتع لا، حل من إحرام فيبقى حلالا، يلبس ما شاء من الثياب، يتطيب، يأتي أهله حتى يأتي يوم الثامن يوم التروية فيبدأ إحراما جديدا بماذا؟ بالحج. طيب، لكن يجب أن يكون عمرته في أشهر الحرم. نعم، ليكون يعني لا يجوز أن يكون عمرته مثلا في رمضان. لو أحرم في رمضان نعم بعمرة ما لها علاقة بتمتع الحج. إذا أراد التمتع يأتي بعمرة ثانية في أشهر الحج بدءا من شوال إلى قبل يوم عرفة. ما هو أفضل الأنساك الثلاثة؟ قبل أن تجيب احنا نشوف الجمهور الكريم يجيب غيرنا، ثم نتعرف بعد ذلك على الإجابة الصحيحة. إذا مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذا السؤال، ما هي أفضل الأنساك الثلاثة؟ نشوف هتستطلع الرأي ونرجع مرة ثانية لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الشبل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحج المفرد
والحج المكهن كما حج النبي صلى الله عليه وسلم حج المكهن والحج المتمتع، وأفضلهم الحج المتمتع، أن يأتي الحج وعمرة وحج بنية واحدة. التمتع والإفراد والقران أفضلها التمتع، أنك تحرم بالعمرة في أشهر الحج وتقدر تحل من إحرامك إلى أن تبدأ الحج تحرم من جديد. أفضل أنساك الحج التمتع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمتع أن الإنسان يحرم ويجي بالعمرة ثم يفك الإحرام ويتمتع في الأيام اللي جاء الحج يحرم تاني يطلع الحج. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رأيك دكتور علي؟ جزاهم الله خير، الحقيقة إجابات موفقة. نعم، وأنا أعذرهم إذا ما دخلوا في التفاصيل، لأن الحمد لله ما دام هذا الحد الأدنى عند هؤلاء المستطلعين بهذا الجواب يدل على أن الإنسان الحمد لله في أمل وفي خير، والناس عندهم من دينهم من العلم ما يبعث في أنفسنا نحن السرور. الحمد لله، والحمد لله جل وعلا على أن هذا موجود في أذهانهم. الأنساك ثلاثة، ما أفضلها؟ وأنا سأعيد السؤال لك أنت يا أبا عبد الرحمن. نعم، ما أفضل الأنساك؟ التمتع مطلقا؟ ليس مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قارنا، فلو لم بقيت إلى قابل قال لو استقبلت من أمن واستدبرت. نعم، لما سقت ولا جعلتها عمرة. نعم، أفضل الأنساك يا أخي هو القران لمن ساق الهدي. كيف يسوق الهدي؟ يحمله معه أو يسوقه معه من الحل إلى الحرم. نعم، لأن هذا النسك هو النسك الكريم الذي اختاره الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الله لا يختار لنبيه من الأعمال إلا أكملها، ومن الأنساك إلا أفضلها صلوات الله وسلامه عليه. جميل، فأفضل الأنساك والتمتع لمن ساق الهدي. ما دليلنا؟ ما حجتنا على أن أفضل الأنساك القران لمن ساق الهدي؟ أن هذا النسك هو الذي اختاره الله لنبيه. أكثر الحجاج لا يسوقون الهدي، بل تمنى عليه الصلاة والسلام أنه لم يسق الهدي. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فصار عندئذ التمتع لمن لم يسق الهدي هو أفضل الأنساك لأمري، أنه الفعل الذي تمناه النبي لنفسه، وهذا يدلنا على أن رسولنا بشر لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم، الأمر الثاني أن هذا الفعل هو الأرفق بالإنسان، وديننا دين اليسر، ما هو دين المشقة والعنت. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف اليسر؟ ها هنا يحرم بالعمرة، فإذا فرغ منها تحلل واستراح من المحظورات التسع حتى يحرم بالحج يوم الثامن. جميل، فأنا أفضل الأنساك التمتع. الآن الأفضل القران أم التمتع؟ التمتع هو الأفضل بالمطلق، التمتع بالأفضل إلا لمن ساق الهدي، فيكون القران عندئذ هو الأفضل له. القران أفضل لأنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه ساق الهدي. إذا ساق الهدي فالأفضل له أن يقرن كما قرن رسول الله. إذا لم يسق الهدي، وهذا عليه أكثر الحجاج، فالأفضل لهم التمتع، وهو الفعل الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي نوصي به، أن يحج الحاج متمتعا، خصوصا من يأتي من أقصاء الدنيا من أماكن بعيدة. طيب دكتور علي، فكرة سوق الهدي يعني ما الحكمة من ذلك؟ يعني لماذا سوق الهدي من الأعمال التي خفيت في هذه الأزمان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لو تلحظ في حجه وفي عمرات الأربع كان يسوق الهدي، بل ساق الهدي وهو في المدينة. لما حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أي سنة؟ في أي سنة حج أبو بكر؟ في التاسعة. نعم، ما حج النبي تلك السنة لأن مكة ما زال فيها أعلام الشرك بمجيء الكفار، ولهذا بعث مع أبي بكر عليا وأبا هريرة رضي الله عنهما يناديان في الموسم ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ما حج بنفسه؟ تقول عائشة كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعثها مع أبي بكر. ساق الهدي من الحل للحرم تعظيما لله في حرمه، بأن يذبح لله وعلى اسمه عبودية لله، وإطعاما للحاج
لأن الحاج وفد الرحمن يحتاجون الطعام، فهذا مشروعية سوق الهدي، تعظيم لله أولا بتعظيم حرمه وإقامة الذبح له، وتوسعة على هؤلاء الحجاج والعمار. جميل جميل. سوق الهدي نادر الآن، فيكون التمتع أفضل الأنساك بهذا الفعل. جميل. يليه ماذا؟ القران لمن لم يسق الهدي. جميل. آخرها الرابع وهو الإفراد، بأن ينوي في حجه مفردا. لكن القران ليس مرتبط بسوق الهدي، يعني ممكن تكون هذا قد يكون قارن مع سوق الهدي، وقد يكون قارن مع عدم سوق الهدي، وهنا أتى القران مع عدم سوق الهدي بالمرتبة الثانية بعد نسك التمتع. جميل جدا. طيب إذا دكتور الآن لاحظنا الآن التمتع والقران والإفراد، بوجهة نظرك الآن يا شيخنا الآن، يعني هل ارتباطها بالمواقيت الزمانية هي الأفضل التمتع؟ لماذا الأفضل التمتع؟ لأنه مريح، يعني أو ومسهل. لأنه مريح. بعض الناس يظن أن العبادة طيب تكمل بالمشقة. جيد. لكن والتعب. الأغلبية قد يقعون في خطأ أن فعلا يجب أن تكون في الأشهر الحرم. هناك من يفترض أنه والله ممكن يعتمر في شهر محرم ولا شهر صفر ولا ربيع أول ربيع ثاني وهو في نيته الحج، فيدمج ما بينها فيجعلها تمتعا فيأتي للحج فقط مفردا. لا، فرضا أي هذا فرضا جاء من مصر، نعم، جاء من الهند، جاء من باكستان، من الشمال والجنوب في شهر الله المحرم، نعم، قال لبيك حجا، نعم، يصح إحرامه بالحج؟ يصح. جيد. لأنه ما أحرم بالحج في ميقاته الزمن. طيب ماذا يفعل؟ يجعلها عمرة. جيد. احنا لا أتوقع أنه طبعا في الحلقة القادمة سنتكلم عنه، لكن على عجل، كل نسك لك دقيقة أن تشرح التمتع. اتق الله يا رجل. أنا أدري يا دكتور، لكن نحاول أن نختصر هذا الموضوع. كل نسك نحتاج إلى ما هي الأفعال التي فيه. نعم، الإفراد ينوي الإفراد من الميقات، نعم، فيبقى محرمان، يجوز له أن يطوف طواف، نعم، القدوم هو سنة في حقه، لكن لو ذهب مباشرة إلى عرفة أو إلى منى ولم يطف طواف القدوم فإنه لا يجب عليه. كذلك القارن له أن يذهب مباشرة من ميقاته إلى منى أو عرفة بدون طواف القدوم في حقهما سنة، في حق المفرد وفي حق القارن. لكن المتمتع لا بد له من طواف يتعلق بعمرته. جميل. وسعي يتعلق بعمرته، ثم يقصر رأسه. لماذا قلنا يقصر ولم نقل نحلق؟ ليبقى من شعره لحجه، فيطوف طواف العمرة ويسعى سعي الحج ويسعى سعي العمرة. نعم. ويقصر ويحل من إحرامه ويحرم بالحج يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية. جميل. طيب هذا القارن وذاك المفرد لو أنهما طاف طواف القدوم وسعيا بعده، نقول هذا السعي الذي يكون مع طواف القدوم الذي هو سنة في حقهما يكفيهما عن سعي الحج، فكأنه قدم سعي الحج ولم يبقى عليه إلا طواف الإفاضة. جميل. حقيقة طبعا دين يسر والبساطة، يعني دين سهل حقيقة، فبالتالي هناك الكثير حقيقة من التسهيل للحجاج بيت الله الحرام من خلال دمج بعض العبادات وبعض الأفعال للحجاج في كل نسك. نحاول نجعلها إن شاء الله في حلقات قادمة نتكلم عن هذا التيسير وسماحة الدين الإسلامي في هذا الحج، حتى نستطيع أن نستعرضها بشكل أكثر تفصيل. لم يبقى أمامي وقت، شكرا جزيلا دكتور. حياك الله. يعطيك ألف عافية. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا في برنامجكم أهل الذكر، والذي يأتي ضمن برامج وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. شكرا لكل الدعاة وكل من قدم حقيقة المعرفة والمعلومة الحقيقية والصحيحة عن هذا الركن الخامس وهو الحج. باسم جميع أصحاب الفضيلة والدعاة في أنحاء العالم نشكركم أنتم، ونشكر أيضا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف أو وزارة الشؤون الإسلامية في كل أنحاء العالم. شكرا لكم، نلقاكم إذا في حلقة قادمة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.